بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا شاكر السيد النائب في البداية على هذا السؤال، ومرحبا بالسادة النواب وبكم السيد الوزير وطاقمكم المحترم. إن شاطر زملاء النواب بذل قالوا عن ذي الشريحة المهمة وهي شريحة المعاقين، ويعكس الاهتمام بهذه الشريحة ووضع سياسات واتباعها، ما هو وضعها والحديث عنها فقط، وضعها من أجل أنها تخفف من معاناة هذه الشريحة، يعكس مدى ارتفاع منسوب القيم في المجتمعات، وكذلك يكانها فعلا ناشف طريق التنمية، ويكانها به اللي شريحة كيف هذه الشريحة إلين ما تشرك وتدمج في عملية التنمية لا يتعود عبء وعبء ثقيل. أعتقد عن هذه الشريحة مولي الله ما هي قاعد بعيد ذاك الخالق لها من الشرائح كاملة. احنا عندنا ياسر من الشرائح اللي تحتاج الشيء حقيقي، الرؤية، عمل وفق رؤية والتخطيط استراتيجي فعلا، ما هو البرامج الانتخابية ولا هو الوعود اللي تنقال إياك وضغطوا بها مشاعر. وهم بعد نذكر حادثة باطقة المثني رأيت رالها موجب، هو التوظيف السياسي لهذه الشريحة، الله اللي عنه مدان ولا هو جيد، وقط مرة نحشده هون عند المطار انهم يتلقاوا الرئيس الجمهورية والدعات الناس العدة ساكن، هذا خلق عفوي ذاك بعد ضحك على العقول به اللي شريحة كفالي ما هي لا تحتشد عفويا بالدرجة في القائلة في الهجير الساعة 2، بالتالي ما هي من الشرائح اللي يغتفر عنها توظف توظيف سياسي، لا وعود تنطلق لها ما يحق، ولا مولي مظاهر كرنفالية لا هي تعود تخدر الناس اللي تتحرك يتحرك فيه الوازع الإنساني تجاه هذه الشريحة وطالب حقوقها. أنا وقتي قصيف، لا ينقال عني الشريحة قايلة راسه، وأنا مأكد عليه عندي مشكل آخر سيد الوزير نختار نطرحه لكم، وهو خالق 200 إطار تكونوا في إطار مشروع دعم الجهود الوطني لمحاربة الأمية اللي يعرف مشروع الإسباني، اللي كانت الحكومة متعهدة على أن هذا الكادر البشري اللي مولاد موريتاني اللي مبذل فيه مجهود من سنة 2000 يكون ويؤطر وخدم الوزارة وخدم المشروع بشكل عام يسوى بمعناه الكلي المجرد، وهو على أن دولة من دول العالم الثالث تحتاج أنها تعود، لكن لا يتعدى لهم حول ما يعود شيء حقيقي. والتعامل مع هذه الأطر الطريقة اللي يتم معهم التعامل بها الآن وهو يعكس على أن هذه الحكومة والحكومات السابقة وللأسف الأنظمة السابقة ما هم قادرين يفهموا على أن الدولة أي دولة حقيقية لا بد لها تعود تراكم، ما هو لا اللي جاي ينسف ذاك اللي جاي سابقه، هذا مشروع ما جاء في النظام، جاء النظام السابقه غير مشروع مهم وأطر وقبل تكونوا كيف قلت، ويلا لا السيد الوزير تعرفوا لهم شيء، هم وافي عندهم عقد مفتوح وقطوا جدد لهم مرات، وهذه رساله هون جايتكم عند وزير التوجيه الاسلامي احمد له الداود، فهاد جاتكم واحده سابقها، هذه الرساله رقمها 146 يطلبوا منكم عنكم تحلوا مشكله هذو الاطر. والله يعني حلها سهل، قط الحكومة السابقة زادت لهم طلبت لهم تمويل، والله جبرتوا وحولتوا لصالح حل مشكلتهم عن بنك التنمية يا غير، وقال لهم حلول أخرى. لوزارة التوجيه الإسلامي مقبولين منها 325 أستاذ، انتهى الوقت. والله اللي عنها الين عاد الوزير قال لهم في رساله انه محتاج لهذه هذه الاطر. شكرا جزيلا. مقبولين منه الموظفين. نعم زينبو. والله اللي عن قضيه اسمح لي شوي ونطرح الفكره، قضيه الرواتب محلوله، قد تحلوها بوكاله التضامن. سعاده النائب انتهى الوقت. من محلوله وتقد تعطيهم رواتبهم وتعود حليتهم مشكلتهم. نائب.